احنا عندنا ديدان، وعندنا نقول ارض ايضا انيميا، تبقى طالع كده منتعش من معايا وانت معايا. قشطة، أنا منتعش من غير أي حاجة. في البداية لابد إن احنا نعرف ما هو سبب النحافة اللي موجود عندنا. سبب النحافة أغلب الأسباب اللي احنا بنقابلها في العيادات بشكل مستمر الأنيميا. الأنيميا سبب في النحافة وفقد الوزن. الديدان في الأمعاء هي أيضا سبب في النحافة وفقد الوزن. فالناس اللي وتلاقي، وحتى الديدان ديت موجودة في كل البيوت المصرية.